تحية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، لقاءنا يتجدد معكم مع المحاور والأخبار والأحداث الرياضية التي تأتيكم ضمن برنامج صدى الرياضة. اليوم وضمن الفقرات معنا قرار الاتحاد الدولي الأخير بالموافقة على إجراء المباريات الرسمية في 3 ملاعب عراقية. سنتابع آخر أخبار المنتخب الكروي وجهازه الفني حول مشاركته في بطولة الصداقة الدولية، وسنكمل مشوارنا بالتواجد مع الأندية العراقية والفعاليات الرياضية. ومن بين المحاور المخصصة لهذا اليوم أيضا ستكون لنا وقفة مع الشخصيات الإدارية الرياضية، وكذلك مع عدد من الرياضيين لنادي الميناء الرياضي. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات صدى الرياضة، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم، وانطلاقتنا الأولى مع القرارات المهمة للاتحاد الدولي بكرة القدم بالنسبة للقارة الآسيوية، إذ أعلن مؤخرا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينيو موافقته على إقامة المباريات الرسمية على 3 ملاعب عراقية، وهي أربيل والبصرة وكربلاء، مستبعدا العاصمة بغداد. وأحيل الملف للاتحاد الآسيوي لإعلان القرار الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم. فيما يخص الملف العراقي، مسألة جيدة. أنا نسيت هذه المسألة، قلت أن في ثلاثة ولايات أو 3 مقاطعات والتي ستجرى فيها في البصرة وكربلاء، أظن قال إربيل، لم أسمعها جيدا. طبعا بالنسبة للفيفا أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طبعا القرار هو في يد الاتحاد الآسيوي. أيضا حصلنا على طبعا العراق قالت أنها تريد أن تنظم مباراة ودية في بغداد، ولكن وقع رفض هذا الطلب نظرا للأمور الأمنية. جمهورنا الرياضي أكيد يعني قرار رفع الحظر عن 3 ملاعب عراقية، أربيل البصرة كربلاء، يعني قرار مهم ومميز للشعب العراقي وللجمهور الرياضي الوفي وأهل الشأن الرياضي والإعلام الرياضي. فعلا قرار مهم يعني لأسباب كثيرة، منها يعني سينهي فترة مظلمة طالت أجيالا متعددة من الرياضيين واللاعبين من عدم اللعب في ملاعبهم وأمام جمهورهم المتعطش للمنافسات الدولية. بالحديث عن الجمهور والشعب المسكين، فهذا القرار مهم، لأن يعني شعبنا ضحى كثيرا في كل المجالات ودفع ضريبة غالية بسبب عشقه للرياضة، فقد حرم يعني من مشاهدة منتخباتنا الوطنية وأنديتنا وهي تلعب على أرضنا وبين ملاعبنا بالتأكيد، وذلك بسبب الوضع الأمني المتدهور. لذلك يعني من حقه الآن أن ينال حقوقه المشروعة بالحياة وينال حصة من التطلعات والعيش الطبيعي، يعني مثل الشعوب الأخرى ومثل الجماهير الرياضية في العالم. أكيد يعني اليوم القرار اللي صدر هو يعني إنجاز أولي لهدف كبير، هو رفع الحظر عن الكرة العراقية بكاملها. كنا فريق عمل، بدينا بالتحرك كيفية أن ننقل الملف من الكونغرس اللي كان المفروض الملف يطرح في الكونغرس، والكونغرس مثل ما يعرف رياضينا وجمهورنا الرياضي متألف من 208 اتحاد وطني، وبالتالي نحتاج قد نلجأ إلى التصويت، والتصويت مطلوب من عندنا 105 دولة أو اتحاد وطني أن يساند الملف الحظر اللي موجود. لذلك يعني كانت توجيهات السيد الوزير، وأنا ورئيس الاتحاد عملنا اجتماع مع رئيس الاتحادات الوطنية، واللي قدرنا أن ننقل الملف من الكونغرس إلى
مجلس الفيفا اللي عقد، وبالتالي يعني خاطر نتجاوز الخلافات السياسية أو الجانب السياسي قد يطرح في الكونغرس ويعرق الملف الحظر اللي عملنا عليه منذ فترة طويلة بذهابنا إلى سويسرا عدة مرات، ولقاءاتنا مع الاتحاد الآسيوي ولقاءاتنا مع الاتحادات الوطنية اللي داعمة لملف العراق، وكل الأخوان اللي عملوا سواء إعلام رياضي أو سواء أخواننا الرياضيين اللي قدامه كل من في من محله ومكانه عمل على رفع هذا الحظر. هذه هي بداية الطريق، وهذه هي أول الثمرات التي خطفت من الفريق العمل اللي تحرك لرفع الحظر. نأمل أن نتجاوز الخلافات وأن ينسب هذا العمل لشخص معين أو لمؤسسة معينة، وإنما الدولة والحكومة والمنظمات الرياضية وكل الخيرين عملوا على هذا الملف كخطوة أولى، وإن شاء الله تتوالى الأفراح على شعبنا اللي يستحق كل الخدمة وكل ما نبذله من أجل أفراح وإسعاد جمهورنا الرياضي اللي تواق لمشاهدة فرقنا تلعب على أرضها، وأيضا نثبت بأنه بلد حضارات، وإحنا جديرين بأن نستضيف ليست فقط المباراة الودية وإنما البطولات العربية والقارية والعالمية مستقبلا. إن يشارك في هذا المونديال كرة أمامية المنتخب العراقي إلى همام، همام يلعب كرة أرضية خطرة، قول الله أولى الأهداف، أولى الأهداف عكسية عكسية وفرحة عراقية في ملعب جزع النخلة. شوف 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 مشاهدينا، يعني كما قلنا يعني قرار رفع الحظر عن 3 ملاعب عراقية هو قرار مهم ومميز، لكن الجميع يعلم أن المرحلة المقبلة هي أهم وأصعب في كيفية إقناع الاتحادين الآسيوي والعالمي بأن قرارهما كان صائبا. لذا علينا وعلى اتحاد الكرة الاجتهاد في هذا الجانب لتكون ملاعبنا في أتم الجاهزية، ووضع خطة عمل رصينة وأدوات مؤثرة يعني لاستغلال المدة المقبلة بالشكل الصحيح من خلال مخاطبة المنتخبات والفرق العربية والآسيوية والعالمية في خوض اللقاءات الودية والرسمية في العراق، لكن بصورة تنظيمية متقنة وحضارية وبثقافة عالمية. خطرة خطرة، المنتخب العراقي مو خطرة 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 يلعب أرضية، يقول الله 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 الله. بالبداية مبروك لشعبنا العراقي ما تحقق هذا اليوم من إنجاز برفع الحظر الجزئي عن بعض ملاعبنا الكروية وإقامة المباراة الودية على أرض العراق الحبيب. ولكن للحقيقة أنه ينتظرنا، إحنا خلصنا اليوم المهم والباقي هو الأهم، هو كيفية رفع الحظر بشكل كامل عن جميع ملاعبنا الكروية وعودة المباراة الرسمية لربوع بلدنا الحبيب. يجب علينا أن نعمل جميعا بروح الفريق الواحد من أجل رفع الحظر الكلي عن ملاعبنا، وهذا يتطلب بذل جهود كبيرة من الجميع. يجب التعاون مع السادة في وزارة الشباب، وأيضا مع التعاون هناك يكون بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية والإعلام الرياضي وحتى الجماهير في من أجل رفع الحظر الكلي عن ملاعبنا الكروية. في الختام حقيقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل الجهود الخيرة اللي بذلت من أجل رفع هذا الحظر، ومثل ما قلت أنه إحنا ينتظرنا الحقيقة المزيد من العمل من أجل رفع الحظر الكلي عن جميع ملاعبنا وعن المباراة الرسمية أيضا. حسام كاظم يلعبها وتعود خطيرة 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 بالجول، حتى بالجول يموت بالجول، الله 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 الله. يعني أعود بالقول أن المقبل هو الأصعب، لأنه سيضعنا أمام تحديات جديدة، لذلك يجب أن يعني تتحد جميع مفاصل وأركان الرياضة العراقية، ويكون العمل بمبدأ نكران الذات، ويكون هدفنا وتركيزنا محدد
بعيد عن المنافع الخاصة يعني والقوانين الآنية التي تصب في اتجاه الشخصنة على حساب المصلحة العامة. مستمرين معكم ولدينا الآن مشاهدينا الكرام وقفة وقراءة في أروقة إقامة المباريات الرسمية على ملاعبنا، خلينا نتابع. قرار الاتحاد الدولي برفع الحظر عن 3 ملاعب عراقية يعد خطوة جيدة باتجاه النهوض بواقع كرتنا التي عانت لأعوام عديدة من عدم خوض مبارياتها في أرضها وبين جماهيرها. فقد كان الحظر الذي جثم على صدر الرياضة العراقية طيلة 3 عقود سبباً في حرمان تحقيق حلم الصعود إلى نهائيات كأس العالم أكثر من مرة، وكان سبباً في حرمان معظم أنديتنا في مواصلة مشوارها بنجاح في مشاركاتها القارية، وكان سبباً في حرمان جماهيرنا من مشاهدة منتخباتها الوطنية وأنديتها وهي تلعب على أرضها لفترة طويلة. واليوم وبعد قرار رفع الحظر من قبل الاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم عن 3 ملاعب عراقية وهي أربيل والبصرة وكربلاء، لا بد من اتحاد الكرة وجميع الجهات المعنية أن تحافظ على هذا المنجز الكبير من خلال الاهتمام بالملاعب إداريا وأمنيا وتطبيق لوائح الفيفا ومنع ظاهرة الشغب في الملاعب والحد من ظاهرة التعصب والهتافات غير الحضارية وتثقيف الجمهور بعقد ندوات لروابط المشجعين. الخطوة الثانية هو أهم، إجراء المباريات الودية على 3 ملاعب يحتاج إلى جهد كبير من قبل كافة الأطراف للتعاون مع اتحاد كرة القدم حول نجاح تنظيم المباريات، يحتاج التعاقد مع الشركات، يحتاج إلى تثقيف الجماهير الكبيرة اللي يحضر المباريات المنتخب، يحتاج إلى تشجيع مثالي، تشجيع اللعب النظيف أيضا يحتاج، ويحتاج إلى دور محتاجين إلى دور الإعلامي لتثقيف الجماهير الرياضية. العدد المطلوب اللي يدخل إلى الملاعب ما يجوز أكثر من هذا العدد اللي مسموح بها أن يدخل إلى ملاعبنا. ومن المهم استغلال المدة المقبلة بالشكل الصحيح بعدم الاستعجال في مخاطبة المنتخبات والفرق العربية والآسيوية والعالمية في خوض اللقاءات الودية والرسمية في العراق إذا لم تتهيأ جميع مستلزمات وأدوات نجاح المهمة. فيجب أن ترافق هذه الدعوات إدارة تنظيمية في غاية الدقة وتخطيطا سليما وحضاريا من أجل إدامة هذا النجاح الكبير في تاريخ الرياضة العراقية، ونحافظ بأي طريقة من أي تأثير سلبي يلامس معشوقة العراقيين وهي كرة القدم. وتعود خطيرة 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 بالجول، حتى بالجول يمر بالجول، الله 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 الله. يعني أترجاكم خلي الهدف الأسمى هو العراق والشعب والجمهور الرياضي العراقي الوفي والرياضيين والكرة العراقية التي بطبيعة الحال عانت كثيرا. رجاء خلي يعني نسعى ونجرب بأن يكون الهدف الأسمى هو العراق. اللي ايضا هذه اللقطه اللي دائما ما نراها في ملاعب كره القدم، يتقدم المنتخب العراقي ب3 أهداف. منذ وصولي الى البحرين بديت بالاجتماعات مع رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو ورئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سلمان وايضا اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي استاذ طارق من تونس، استاذ هاني ابو ريده من مصر الشقيقه، و ايضا بعض اخوان الاخر الخليجيين اللي موجودين الان، رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي، كلهم كانوا نفسهم مع العراق، ولكن كان يحتاج قرار يوم 11 بالشهر ان تصدر القرار. ولكن محاولاتي مع اخواني الوفد المرافق لي حاولنا ان تصدر القرار من مكتب التنفيذي للاتحاد الدولي حتى ما تنطرع الى الكونغرس للاتحاد الدولي، لانه يحتاج الى تصويت، يحتاج الى نصف زائد واحد أن نحصل حتى ترفع العذر. اليوم الحمد لله مكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بالإجماع وافقوا على رفع العذر عن 3 ملاعب العراقية، وأتمنى أن يكون جهودنا يكتمل
برفع العذر الكلي عن جميع الملاعب العراقية وعن المباريات الرسمية. أيضا مشكورا سمو الأمير علي بن الحسين وافق على إجراء المباراة يوم 2/6 اللي كان في الأردن أن تقام في مدينة البصرة، وأيضا مباراة الجوية والزوراء. الاتحاد الآسيوي طلب من عندنا أن تقام المباراة في مدينة أربيل، لأنه مدينة أربيل كان مجربة من قبل الاتحاد الآسيوي. قبلها نظم نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين أربيل والكويت الكويتي، وأيضا مباراة العراق والأردن ضمن تصفيات كأس العالم ريو دو جانيرو، وأيضا تصفيات أولمبياد لندن بين المنتخب العراقي ومنتخب الإيراني كان في أربيل. على هذا الأساس وافقوا أن تقام في أربيل. أنا طلبت من أنتم أن تقام في ملعب كربلاء، ما وافقوا، قالوا لأنه ملعب كربلاء ما جرت أي مباراة لا ودية ولا رسمية قبل. مشاهدينا الكرام، الآن مع يعني أخبار أخرى، أخبار منوعة، أخبار سريعة نتعرف عليها من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. ينتظر منتخبنا الوطني للتجديف سمة الدخول إلى الأراضي الكويتية من أجل المشاركة في بطولة العرب داخل الصالات المقرر انطلاقها هناك في 21 من الشهر الحالي. عالميا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اجتماع مجلسه التنفيذي الذي استضافته العاصمة الكولومبية بوغوتا عن السماح بتبديل الرابع خلال مونديال روسيا الصيف المقبل، ويعد هذا القرار الأول بتاريخ نهائيات كأس العالم. وسيتمكن بذلك مدربو المنتخبات المتأهلة إلى المونديال الروسي من إجراء التبديل الرابع، وذلك بدءا من الدور الثاني أي في الأدوار الإقصائية في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، واضطر المنتخبان المتنافسان لخوض أشواط إضافية. كما أقر الفيفا استخدام تقنية الفيديو لأول مرة أيضا خلال كأس العالم، وتقتصر هذه المساعدة التكنولوجية على 4 حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة، وذلك بعد تسجيل الهدف وقرار بركلة جزاء وبعد بطاقة حمراء مباشرة، أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء. دون الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني رقما مميزا مع الفريق، وذلك خلال لقاء جيرونا الأخير، إذ ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الإحصائيات أن بنزيما أصبح أكثر لاعب في ريال مدريد يقدم مساعدات لزملائها الأسست هذا الموسم. وضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الألماني، حقق فريق لايبزيج أول فوز في تاريخها على ضيفه العملاق بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف. مشاهدينا، متواصلين معكم مع أخبار المنتخب الوطني وبطولة الصداقة الدولية، فمن المؤمل أن يقلص مدرب سودة رافدين باسم قاسم قائمة المنتخب إلى 23 لاعبا لخوض البطولة الودية، وسيفتقد المنتخب الوطني لخدمات اللاعب همام طارق الذي تعرض للإصابة في مباراة فريق القوة الجوية الأخيرة أمام نفط الوسط في الدوري الممتاز، وسيخوض سودة رافدين أولى مبارياتهم أمام المنتخب القطري في 21 من آذار الحالي، فيما سيقابل المنتخب السوري في 27 من الشهر نفسه. من جهته مشاهدينا الكرام، كشف مدرب المنتخب الوطني سبب استدعاء نور صبري حارس مرمى منتخبنا سابقا ونادي نفط الوسط حاليا، فقال قاسم إن سبب استدعاء نور إلى صفوف أسود الرافدين في بطولة الصداقة الدولية من أجل الوصول يعني إلى مباراته رقم 100 في مسيرته مع أسود الرافدين. طبعا نتمنى الموفقية لنور صبري وهذا التاريخ الكبير. أضاف باسم قاسم أن قائمة المنتخب الوطني قد تشهد تغييرات طفيفة في الحالات الطارئة، وفيما يخص استدعاء اللاعب ياسر قاسم أوضح أن ياسر ضمن خياراتي لبطولة آسيا، لكن يتوجب عليه أولا استعادة مستواه الفني وكذلك البدني. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، الآن يعني دعونا نتوقف مع فاصل قصير، نواصل بعده فقرات صدى الرياضة، لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا.
مشاهدينا، قبل أيام كانت مدينة نيون السويسرية مسرحا لقرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهلت 8 فرق إلى هذا الدور بواقع 3 أندية إسبانية، هي ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة وإشبيلية، وناديين إيطاليين هما يوفنتوس ووصيف النسخة الماضية وكذلك روما، فضلا عن ناديين إنجليزيين هما مانشستر يونايتد وليفربول، ونادي ألماني هو بايرن ميونخ. وقد قام النجم الأوكراني أندري شيفشينكو بسحب القرعة بحضور ممثلين من جميع الأندية المتأهلة. مشاهدينا، بطبيعة الحال على يعني عكس دور 16 طبعا القوانين، قوانين الاتحاد الأوروبي تسمح هنا في دور 8 أن يلتقي فريقان من نفس الدولة. من الطبيعي أن نشهد فريقان إنجليزيان أو إسبانيان، كما قلنا القوانين الأوروبية هنا تسمح في دور 8 على عكس دور 16. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، والآن مع القرعة، حيث أسفرت القرعة النارية لمواجهات الدور ربع النهائي لدور 8 من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية ومثيرة، حيث سيلتقي بايرن ميونخ الألماني مع فريق إشبيلية الإسباني، فيما سيكون ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في اختبار قوي ضد يوفنتوس الوصيف. أما فريق برشلونة الإسباني فيواجه روما الإيطالي، ويلعب ليفربول ضد مانشستر سيتي في مباراة إنجليزية خالصة. مشاهدينا، أما موعد المواجهات فستقام مباريات الذهاب في هذا الدور يومي 3 و4 من شهر أبريل نيسان المقبل، وتقام مواجهات الإياب يومي 10 و11 من نفس الشهر، أي بعد مباراة الذهاب بأسبوع واحد. مشاهدينا، يعني بالنسبة لموقف يعني الفرق الثمانية، فقد يعني يعتبر دوري الأبطال هو الفرصة الوحيدة لريال مدريد في هذا الموسم بعد أن ابتعد عن صدارة الليغا وأقصي من كأس ملك إسبانيا، طبعا مع خبرته في البطولة التي فاز بلقبها 12 مرة، بالتأكيد هذا رقم قياسي وقد احتكرها بالموسمين الماضيين. بالمقابل مشاهدينا، فريق يوفنتوس الوصيف ليس سعيدا يعني بمواجهته في هذا الدور، السيدة العجوز لا يبدو بنفس الصلابة التي يعني كان عليها خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث بلغ النهائي 2 وخسر أمام برشلونة عام 2015 بنتيجة 1-3، وأمام ريال مدريد عام 2017 بنتيجة 4. في المواجهة الأخرى تميل الكفة لمصلحة برشلونة بشكل واضح حين يواجه روما الذي يعني وصل إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ 10 مواسم، لكن البرشا لن يكون ساذجا بحيث يعني ينسى أن الفريق الإيطالي تصدر لمجموعته التي تضم أتلتيكو مدريد وتشيلسي، وتجاوز نادي شختار في دور 16 دون أن يتلقى أهدافا في ملعبه طوال البطولة. أما فريق بايرن ميونخ فمن المفترض أن ينجح في تجاوز إشبيلية الذي تأهل هو الآخر إلى دور 8 للمرة الأولى منذ 60 عاما، ولكن أبناء المدرب مونتيلا سيحاولون صناعة التاريخ للمرة الثانية بعد أن نجحوا في إقصاء فريق كبير مثل مانشستر يونايتد بدور 16. أخيرا مشاهدينا، ليفربول بأسلحته الهجومية الشرسة سيواجه مانشستر سيتي. الكل لاحظ مؤخرا يعني أن ليفربول لديه قدرة فائقة على الضغط الهجومي طوال المباراة، علما معظم الترشيحات تصب في مصلحة المان سيتي، لكن يعني بصراحة مع محمد صلاح وماني وفيرمينيو لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأمور.
جمهورنا الرياضي سنكمل مشوارنا بالتواجد يعني مع الأندية الرياضية. اليوم نحن متواصلون يعني مع الشخصيات الإدارية والرياضية لنادي الميناء، وكما وعدناكم في الحلقة السابقة سنسلط الضوء بشكل أوسع على مأساة ومعاناة هذا النادي العريق والكبير في سماء الكرة العراقية. بالتأكيد فريق البصري هو من بين أبرز الأندية العراقية، فهو فريق كبير وعريق وله نخبة كبيرة من المتابعين والمحبين والجماهير البصرية الوفية. ورغم كل الظروف القاسية التي تحيط هذا النادي، يبقى هذا النادي اسما وتاريخا لا يقل شأنا عن الفرق الجماهيرية في العاصمة بغداد. مشاهدينا تعالوا الآن نتابع يعني من أهل الشأن في نادي الميناء عن أزمة النادي وقلة الدعم فيه. خلي نتابع. الكل يعرف أنه الشركة العامة لمول العراق هي الراعية لنادي الميناء الرياضي والداعم إلى من 1931 وحد هاللحظة هاي. الكل يعرف أنه إحنا مرينا بمرحلتين خلال 2017، مرحلة طلعنا من النادي وإجت مؤقتة، والمرحلة الثانية إجينا ب 22/8 بعد قرار من المحكمة الاتحادية. عند رجوعنا في 28/8 تعاقدنا مع اللاعبين على أساس أنه الميزانية، مو على أساس وإنما الميزانية مالتنا هي 7 مليار دينار. خلال هالفترة هاي استقطبنا نجوم من خارج المحافظة ونجوم البصرة بقيمة 3 مليار دينار، هي قيمة مجموع العقود والمدربين. تفاجئنا بأنه أكو قرار الوزاري من الأستاذ كاظم فنجان بأنه عقود اللاعبين وتشكيلات الوزارة لازم تتعاقد إلا بموافقة المكتب المفتش العام. هذا الكتاب ما ندري به إلا بعد التعاقد في شهر 11، عندما رجعنا للمكتب انتهت السنة المالية 2017 ولم يصرف أي دينار سوى 5 ملايين لكل لاعب. 2018 هي ميزانية النادي، هي 2018 هي 7 مليار، بدليل أن أخذنا نسبة 1/12 هي 583 مليون. تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء بأنه الأندية تكون ميزانيتها هي 2 مليار، مليار للبنية التحتية ومليار إلى الرياضة. إحنا عقودنا 3، هل من المعقول إحنا نسد عقود اللاعبين؟ إحنا من خلال إذاعتكم، من خلال الفضائية، ناشد المعالي وزير ابن الميناء أخونا وصاحبنا وزميلنا كاظم فنجان أن يحل هاي المشكلة، مشكلة يعني أنا أسميها بالعامية عويصة. هذا ميناء يعني لا يمكن أن يكون بهالصورة هاي. يعني اليوم الميناء إذا ما لعب لعبتين، اللعبة الثالثة راح ينزل إلى الدرجة الثالثة، إضافة إلى الاتحاد الآسيوي راح يعلق كل نشاط النادي. فيا معالي الوزير انقذنا الله ان شاء الله ينقذك، انقذنا الله ان شاء الله ينقذك، لانه مو بصالحنا ولا بصالح معاليك انه النادي يتعلق نشاطه وينزل الى الدرجه الثالثه. سمعت الميناء فوق كل شيء. احنا وعودنا انه نسعى لحل هذه المشكلة من معالي وزير النقل، من رئاسة الوزراء، من وزير الشباب والرياضة، من محافظ البصرة، من الخيرين بالمحافظة، لأنه هذا النادي مو نادي جاي الحنون، لا، نادي البصرة. الكل المفروض يساهم بحل هذه المشكلة، وأتمنى أنه السيد المحافظ يسمعني ويدخل، وهو دخل تدخل شخصي مشكورا هو والأخ العزيز ملا عبد الخالق رئيس الاتحاد
في مخاطبة معالي وزير النقل من خلال الهاتف، وقال لهم أوعدهم أنه راح يحل هاي المشكلة. واللاعبين حقهم، أكيد اللاعبين حقهم، أنه كل لاعب عنده عائلة وعنده هذا باب رزقه، لأنه تعرف أنه اللاعب هو لاعب محترف، باب رزقه هي كرة القدم، فأكيد المدخل ماله هو من كرة القدم، فكل كل كل المصرف ماله هو من كرة القدم، فأتمنى أنه يصير حل لهذا الموضوع. فريق يمر بهيج ظروف توقع كل شيء منه، فكيف يعني كيف تحقق نتيجة، كيف يلعب اللاعب، كيف يفوز، كيف يعني كل الأمور هاي المشاكل يعني تأثر علينا تأثير مباشر. الجمهور يريد فوز، الجمهور يريد لاعبين. نقطة مهمة أضيف لك إياها، أنه إحنا انتهت اليوم، انتهت مدة الانتقالات، وإحنا ما قدرنا نجيب لاعب بسبب الجانب المالي. النادي يقول لك أنا ما عندي فلوس، الجهة الراعية اللي هي الشركة ما تعطي، مشكلة عندها ويا الإدارة، وزير النقل عنده مشكلة ويا الإدارة. شنو يعني إحنا لازم الجمهور يعذرنا أيضا، لازم ولو جمهور الميناء متفهم حقيقة، يعني يتفهم الظروف وتفهم كل الأمور، والناس يعني أبدوا كل ما بسعهم في سبيل إنقاذ الفريق من هاي الحالة، لكن للأسف ما حد يعني ما حد يستجيب لطلبات. كرة من جهة اليمنى، العودة، الله شاهدنا اليوم. يعني نتحدث عن نادٍ كبير وعريق في سماء الكرة العراقية، وهو نادي الميناء الرياضي، الذي تأسس في البصرة عام 1931، يعتبر من بين أفضل الأندية العراقية، بالتأكيد هو الممثل الشرعي لكرة البصرة. وإذا يعني تحدثنا عن الأسماء الكبيرة التي تخرجت من هذا النادي فالقائمة تطول، ولا يزال هذا النادي البصري يقدم الكثير من اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية، وفي أكثر من فعالية رياضية، ويعني ولجميع الفئات، بل يعتبر الإنجاز الأهم في تاريخ الرياضة العراقية هو من نصيب ابن البصرة الرياضي الراحل عبد الواحد عزيز الله يرحمه، وهو أحد أبطال نادي الميناء مع وسامه البرونزي الوحيد في تاريخ رياضة الأولمبيات العراقي. مشاهدينا، ولا ننسى حصول يعني هذا النادي الكبير على بطولة الدوري العراقي الممتاز في موسم 77-78. يعني لذلك نقول يا مهتمين، يا مسؤولين، يا معنيين بالأمر، بالله عليكم قفوا وأنقذوا نادي الميناء. مشاهدينا، في الوقفة التالية تداعيات هذا الموضوع مع الزميل الصحفي علي حنون، خلي نتابع. عندما نتحدث عن نادي الميناء، هذا النادي العريق بين أندية المحافظات، فإننا نتحدث عن أرث رياضي كبير، لا سيما وأن النادي الذي استطاع أو تمكن أن يكون صاحب الحظوة بين أندية المحافظات عندما جلب في السبعينيات القرن الماضي درع الدوري ولأول مرة إلى محافظة البصرة. هذا النادي لا يمكن المرور عند الحديث عنه مرور الكرام، علينا أن نتوخى الحذر حقيقة بالوقوف عند عديد المحطات التي تمكن بها النادي من تحقيق إنجازات يعني تحسب له وتشار له بالبنان، لا سيما وأنه استطاع عام 2005 من الحصول على مركز الوصيف في بطولة آسيا للأندية حقيقة، واستطاع النادي أيضا طيلة مسيرته التي تعود إلى عام 1937، العديد من اللاعبين تخرجوا من بين مصراعي، كان العديد من اللاعبين موجودون سواء في التشكيلات الماضية أو التشكيلات في الفترة الأخيرة وحتى في تشكيلة هذا الموسم، الذين ساهموا بجدية بحضور مميز على مستوى المنتخبات الوطنية، سواء على مستوى المنتخب الأول أو الرديف وأيضا الأولمبي والشباب والناشئين. كل هذه الأمور
أعتقد توجب علينا كمتابعين وكمختصين وكمهتمين بالشأن الرياضي أن نكون من المشيرين بإيجابية إلى نادي الميناء. نادي الميناء هذا النادي الذي يؤرقنا وضعه حقيقة في الفترة الحالية، لأنه يعاني كثيرا جراء العوز المالي، هذا العوز المالي الذي ألقى بظلاله على القرار الإداري وبالتالي على الجانب الفني. كانت هناك العديد من المناقصات في المواسم الأخيرة ساهمت بتراجع كرة الميناء إلى مراكز ربما نستطيع أن نقول أنها كسكين غرزت في خصر المتابع والمحب لنادي الميناء. عندما نعود لنستقرأ نحن كمتابعين وكمعنيين بالمشهد الإعلامي الرياضي لأسباب هذه الكبوات والإخفاقات العديدة التي طالت كرة الميناء، فإننا يقينا سنقف كثيرا عند القرار الجهة الداعمة التي تتصدى لعملية تيسير أمور النادي، وهي وزارة الشباب وزارة النقل وممثلها في المحافظة الشركة العامة لموانئ العراق، التي أصرت في الفترة الأخيرة على أن تكون هناك تغييرات في تشكيلة وتوليفة الهيئة الإدارية من أجل أن تكون عملية تيسير حاضرة من قبل الجهة الراعية في الجانب المادي للميناء. هذه الأمور حقيقة لم تحدث أو لم تلقى صدى إيجابي أو تعاطي بانسيابية وسلاسة من قبل الهيئة الإدارية الحالية لنادي الميناء، ما أدى إلى تعثر عملية دعم الجهة الممولة إلى النادي، وبالنتيجة كانت هناك ردود فعل غير محسوبة من قبل الجهاز الفني وأيضا اللاعبين الذين يعتبرون أنفسهم أشخاصا محترفين ورياضيين محترفين عندما يعطون للفريق. فنظير ذلك ينبغي أن تكون هناك إجور أو عائدية من قسم من عقودهم، وهذه موضوعة أعتقد نتفق جميعا عليها طالما أن هناك عقود مبرمة بين الهيئة الإدارية وبين اللاعبين. وعندما نكثت الهيئة الإدارية بوعدها في هذا الجانب ركنت تشكيلة الفريق إلى الابتعاد عن أداء وحداتها التدريبية، وبالتالي تأجيل المباراة القادمة أمام نفط ميسان. وهذه الموضوع أعتقد ستستمر، لا سيما وأن هناك قرار أجمع عليه لاعبو الفريق، وهو أنهم لن يواصلوا أداء وحداتهم التدريبية ولن يعاودوا حضور وحداتهم التدريبية طالما كانت هناك نظرة غير مفهومة من قبل الجهة الداعمة وهي وزارة النقل لفريق الميناء. مشاهدينا الكرام، نبقى مع هذا النادي الكبير والعريق نادي الميناء الرياضي وهذه المعاناة والمأساة التي تواجه كل منظومة الفريق الكروي، فالإهمال يطال الجميع وبالتالي ينعكس ذلك على الفريق واللاعبين والجهاز الفني، بالتأكيد ينعكس سلبا بكل المقاييس وصولا إلى الجماهير المحبة والعاشقة للفريق. إليكم جانبا آخر لانطباعات ومناشدات من أهل الشأن الكروي لنادي الميناء، خلينا نشوف. في الفيحاء في مدينة البصرة اللي لها دائما في قلب محبي كرة القدم العراقية، في قلب كل العراق مكان. أنا من خلال قناتكم أحب أن أناشد، إحنا كنادي الميناء وإحنا كمحبين وكجهاز فني وكأحد أنا كأحد أعضاء الهيئة العامة، نمر بمرحلة جدا عصيبة اللي هي عدم مشاركة في المباريات الرسمية القادمة وإضراب اللاعبين لعدم استلام استحقاقاتهم. طبعا أكيد هذا حقهم الشرعي وهم أصحاب عوائل. أنا من خلال قناتكم أناشد كل مسؤول إلى يد عليا أو في السلطة أن يسعى جاهدا وبأسرع وقت لحل أزمتنا. أنت خلي يعرف الكل للجميع، إحنا حسب لوائح الاتحاد إذا ما شاركنا بثلاث مباريات فإذن الفريق راح يهبط لدوري الدرجة الثالثة، وهذا الشيء ما يليق بممثل البصرة الأول. ثانيا، إحنا نقول يا سيادة معالي الوزير، هذا النادي ناديك وأنت ابن البصرة، ويا شيف عزيز أنت رجل محترم
وتستحق كل الاحترام. انتم تقعدون على طاوله مستديره وباسرع وقت وتشوفون الحلول المناسبه لحل اليه وازمه نادينا. نادينا يمر بازمه، مسؤوليه الجميع ان كان داخل النادي او خارج النادي لحل هذه الازمه باطلاق المنحى، بمحاسبه المقصرين، بوضع سقف مالي، عمل لجان واعطاء المستحقات باليد باللاعب. هاي كلها وارده، انتم اصحاب القرار، لكن انظرونا بعين الابويه، بعين المسؤوليه اللي احنا نتحملها من خلالكم. ارجع واناشد اقول الميناء امانه في عنق الجميع ان شاء الله. واعتقد كل الناس، كل اللاعبين، كل المسؤولين على نادي الميناء ناشد وزير النقل. وزير النقل التقى بينا وماكو اي فايده بالوعود اللي وعدنا اياها وزير النقل. فارجو من وزير النقل وارجو من كل الناس المعنيين بالبصره اللي يحبون نادي الميناء ان يباعون لهذا النادي، نادي مع الاسف نادي عريق، نادي بنجوم، نادي مروا عليه نجوم كبار. فمن المؤسف ان تشوفه بهيج حال وبهيج وضع. وان شاء الله علينا احنا كلاعبين، احنا قرارنا اتخذناه بين عدم التمرين، سوينا مؤتمر والمؤتمر ما طلعنا به بحصيله جيده لان ما صار اتفاق به او الحصيله اللي تقنع الشارع الرياضي بان نادي الميناء سوى مؤتمر حتى نقنع الناس او السبب اللي سوينا به المؤتمر ما وصلنا به حصيله. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نسمع غير اخبار ان شاء الله بحيل الله. نادي الميناء احنا كانت نتائجنا سيئه والاسباب الحقيقيه قلت لك، اللاعب نفسيا يعني لاعب من المحافظات يجيك 6 اشهر ما عده فلس يصرفه او يقول لك انا عائلتي مريضه او بنتي مريضه. يعني اكو لاعبين عندنا يعني باعوا سياراتهم حتى في سبيل يصرف. فوصلنا لهذا الوضع اضطرنا ان نسوي مؤتمر والحمد لله على كل حال. أنا كلاعب يعني كوني ابن البصرة أصبر على نادي، بس كيفما أن 30 لاعب ضارب عن التمرين وأنا تريدني أتمرن شلون يصير؟ ما يصير أتمرن. أنا لازم اللاعبين تكاتف وتضامنه حتى تشوف الناس، يعني ما حد يطفح بينا أو ما حد يسيء أو يعني الوضع إن شاء الله إن شاء الله الوضع نقول إن شاء الله يصير خير. لا الإدارة الحالية تقول لك أنا ما بيدي شيء، يعني وزير نقل ما يصرف للإدارة والإدارة ما تقدر تصرف للاعب واللاعب ما يقدر ينطيك بالملعب، فالأمر شوية مزعج كلش. البصرة اللي لها دائما في قلب محبي كرة القدم العراقية، في قلب كل العراق مكان. بالتأكيد كل الدعوات القلبية والأمنيات مع فريق نادي الميناء الرياضي، هذا النادي الكبير مع الجمهور الوفي، الجمهور البصري اللي عودنا طبعا بالمؤازرة والحضور والتواجد مع هذا الفريق في كل محافظات العراق، يعني يذهب مع الفريق من البصرة إلى بغداد، من البصرة إلى النجف، إلى أربيل، متواجد هذا الجمهور. بالتأكيد يعني لا يستحق أن يرى هذا النادي ولا يرى فريقه بهذه الصورة وبهذا الشكل وبهذه المعاناة الكبيرة. فريق الميناء يعني رادلنا حلقات كثيرة وساعات كثيرة للتكلم عن تاريخه، عن الأسماء التي خدمت الكرة العراقية. يا رب نشوف طبعا حل لهذه المعضلة في يعني وقت قريب وترجع طبعا الحياة والأجواء الطبيعية لهذا النادي. جمهورنا الرياضي، دعونا الآن نتوقف مع أهم اللقاءات والنتائج في الليغا الإسباني ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني. فالكل عينه على فرق الصدارة لمعرفة ومتابعة البرشا الذي ما زال يواصل سلسلة انتصاراته وتمسكه بالصدارة ليبتعد عن ملاحقه أتلتيكو مدريد الذي تعثر في هذا الدور أمام فريق فياريال، ليعطي الفرصة لصاحب اللقب في الموسم الماضي هو الريال للاقتراب بعد فوزه الكبير على فريق جيرونا. مشاهدينا الليغا الإسباني في الوقفة التالية، خليكم معنا. ضمن منافسات المرحلة 29 من مسابقة الدور الإسباني، جاء ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو بلباو مطمئنا لعشاق البرشا الذي اقتنص الفوز من ضيفه العنيد بهدفين للا شيء. ونال برشلونة النقاط الثلاث بفضل هدفي الكثير والأرجنتيني ميسي في الدقيقتين 38،
لكن الفريق لم يواصل بذات الأداء في النصف الثاني من المباراة ليبتعد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني مجدداً، وكذلك عزز نجمه ميسي من صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني. وقاد تألق كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد لسحق ضيفه الكتالوني جيرونا بستة أهداف مقابل ثلاثة، ليصبح الملكي على بعد 4 نقاط فقط من الوصيف أتلتيكو مدريد. وشهدت المباراة التي كانت تعد ثأراً للريال الذي خسر ذهاباً أمام ضيفه بهدفين لهدف مهرجاناً تهديفياً عقب تسجيل 9 أهداف، كان للنجم البرتغالي منها نصيب الأسد بتوقيع رباعية سوبر هاتريك في الدقائق 41، 64، و90. وأضاف زميله لوكاس في الدقيقة 59 وغاريث بيل في الدقيقة 86 الهدفين الآخرين. أما ثلاثية جيرونا فقد وقعها كريستيان ستيواني في الدقيقتين 29 و67، وخوانبي في الدقيقة 88. وبهذا الفوز الثمين وصل ريال مدريد لنقطته 60 في المركز الثالث، ولكنه قلص الفارق مع الوصيف أتلتيكو إلى 4 نقاط فقط بعد تعثر الأخير أمام مضيفه فياريال بهدفين لهدف. أما جيرونا فقد ظل سابعاً برصيد 34 نقطة. ومن الجدير بالذكر أن رونالدو وبفضل السوبر هاتريك الذي وقعه في مرمى جيرونا تجاوز بذلك لويس سواريز نجم برشلونة والوصيف السابق ب 21 هدفاً، ليصبح الآن برصيد 22 هدفاً ويلاحق بذلك المنفرد المتصدر بالليغا ليونيل ميسي ب 25 هدفا. مشاهدينا الآن جولة أخرى مع الأخبار الرياضية المنوعة، والتي نبدأها مع سعد قيس لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي الشرطة، إذ أكد أنه لم يحسم أمره من قضية تسلم الإشراف على نادي الشرطة. وقال قيس: سأكون في العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة هذا الأمر وحسمه بشكل كامل. وطبعا أضاف أن قرار مفاتحتي لتولي الإشراف على كرة الشرطة لم يأتي من رئيس النادي إياد بنيان فقط، بل كان قرارا من قبل الهيئة الإدارية. متواصلين، ولكن دعونا الآن ننتقل إلى إبداع النجم العربي المصري محمد صلاح، الذي ساهم مع فريقه ليفربول الإنجليزي في اكتساح نظيره واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تمكن من إحراز 4 أهداف بواقع سوبر هاتريك، وبذلك رفع الفرعون الصغير رصيده التهديفي مع ليفربول للهدف رقم 28 في بطولة الدوري هذا الموسم، متفوقا على هاري كين مهاجم توتنهام ب4 أهداف، ولينجح أيضا في التفوق على ميسي نجم برشلونة، وكافاني مهاجم باريس سان جيرمان، وإمبيري مهاجم لاتسيو في صراع الحذاء الذهبي، حيث جاء صلاح في المركز الأول برصيد 28 هدفا، فيما يحل الثلاثي بالمركز الثاني برصيد 24 هدفا. مشاهدينا، هذا ما يسمح به الوقت، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة رياضية مقبلة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة. أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.